بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة عبودية القلب. عنوان هذه الحلقة: الحذر على القلب من التقلب. نحضي راسنا جميعا على هاد القليبات ديالنا عندك يتقلب، لأنه ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب أو تقليب. لهذا من الموضوعات المهمة اللي تناولها القرآن الكريم فالهدي دياله هو الموضوع ديال أنواع القلوب، وما سمي القلب إلا لهذا التقلب. لهذا قالوا قديما: القلب مالك، هو الملك، والأعضاء هي الجنود. الأعضاء هي الجوارح، هي الجنود. فإذا صلح القلب صلحت الرعية، وإذا فسد القلب فسدت الرعية. وصدق من قال، لأن شي واحد تتبغي ينوض يصلي تيجيه ثقيل الصيام، رفد ليه الهم. علاش؟ راه ماشي الجوارح راه تصيبو لك، تيلعب في واحد لاصال وعندو لا سانتير نوار وعندو سي داند ولا شحال، ورغم ذلك ولكن حيت تيجي للصلاة رغم الضخامة الجسم ديالو رغم لا سانتير نوار تتجيه ثقيلة. علاش؟ لان القضيه ماشي في الجوارح وفي العضلات، انما في القلب. داكشي علاش قال الحكيم: واذا حلت الهدايه قلبا نشطت للعباده الاعضاء. وإذا حلت الهداية قلبا ناشطت للعبادة الأعضاء. الأعضاء تجي سهلة وتنوض والإنسان يصلي يدير خصمة ديال القرآن في ركعة، وكاين من السلف الصالح اللي داروها، واللي دار ختمة ديال القرآن في جوج ركعات. علاش؟ لأن الهداية حلت القلب فنشطت الأعضاء للعبادة. وكانوا الصالحون تيخافوا عندك تشغل القلوب ديالهم بغير الله، فيلحبوا شي حاجة من الدنيا ووافق داك الشيء الهوى ديالهم، تيخليوا ديك الحاجة اللي حبوها رغم حبهم لها. علاش؟ باش ما تشغلهمش عن ذكر الله. إذ إن كل من شغل بشيء أحبه، وإذا أحبه تعذب به وترك حبه لله عز وجل. لأن عندنا 8 الحوايج اللي تتعارض مع 3، خصنا نسبقوا 3 على 8. أشنو هي؟ هذا تسمى 8 و 3 هي 11. الحب كله ديال الدنيا في 11. فلهذا هاد 8 هادي اللي هي من الامور ديال الدنيا، وثلاثة اللي هما الامور ديال الاخره. شكون هي ثلاثة؟ هي الله والرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. شكون الاخر؟ هي هادشي كاع كله ديال الدنيا. فين تيقولهم سيد ربي؟ في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه 8 تتحبها. إلا حبيتيها هي لذاتها غادي تعذب بها، وغادي يزق عليك الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم. هي يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلهذا سيد ربي من الرحمة ديالو بينا قال لك: ما يتعلقش القلب ديالك بشي حاجة تحبها من غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل شيء تيمشي. وبالتالي غادي تولي الحب ديالك ليه تتخاف عندك يضيع، وإلا ضاع تيوقع عليك بزاف ديال المسائل. فلهذا كان العارفين بالله تيخافوا عندك القلوب ديالهم تمشي تشغل بغير الله. وإذا شغل الإنسان بحب الدنيا انشغل بها قلبه عن حب الآخرة. هادو جوج درات ما تيتجمعوش في القلب، حب الدنيا وحب الآخرة. هادوك العارفين بالله طلقوا الدنيا، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا، ما حبوهاش، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ما تيعنيش هذاك بأننا ما نتبرعوش بالدنيا، لا، الدنيا نشدوها وتكون عندنا ونديروا سيارات فخيرة، ولكن ما تكونش في القلب ديالنا، لأنه ليس من
من العيب أن تكون السفينة فوق الماء، وإنما العيب والخطر أن يكون الماء في السفينة سيغرقها. فالخطر عندك تكون الدنيا في القلب ديالك، أما إذا كانت في الدنيا في الدين ديالك فما كاين فيها حتى شي باس، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وسيد ربي سبحانه وتعالى تيقول لنا في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في قراءة خالصة يوم القيامة. وأفضل الدعاء العلاج والدواء ديال القلب ديالنا من الآفات والنقائص والقسوة هو الصدى، هو الدعاء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك. وساروا لنا الحاكم في المستدرك عن مولاتنا عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيكثر من القول ديالو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. القلب كل ماذا؟ فقالت عائشه رضي الله عنها: انك تكثر ان تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله. قال: وما يؤمنني يا عائشه وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولهذا كان الدعاء دياله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: يا مقلب القلوب ثبت قلب قلوبنا على دينك. وإن القلوب تتصدى كما تتصدى الحديد، وباش غادي تصفى هو تلاوة القرآن، نكتروا منه، نكتروا من الاستغفار. سيقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن الحق ديال القلب علينا باش نحصنوه ونديروا عليه الكرياج من الافات. شنو هو داك الكرياج ديالو؟ هو تلاوة القرآن عن وعي وإدراك، وبالصلاة لتتصغرق العقل والوجدان، وبذكر الله عز وجل اللي تيتجه فيه الإنسان بالقلب ديالو والجوارح ديالو المولاه الخالق ديالو الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى دينه، والسلام عليكم ورحمة الله.